أم مصطفى من العراق، ما فهمت، سامحيني يا هاجر. أم مصطفى عليكم. وعليك السلام يا أم مصطفى. شيخي. نعم. أنا تزوجت أنا وأجلي من 13 سنة. نعم. من 13 سنة تزوجنا. نعم. وخلصنا 4 أولاد. نعم. قبل 5 سنين اتعرف على بنت وتزوجها خارج العراق. نعم. خارج العراق وتزوجها، وحالتنا كانت ميسورة والحمد لله، عدنا أموال وشغل يعني كل ما ناقصنا غير رحمة الله. نعم. وشوية شوية وخلاني أنا وولادي وكل يوم يروح يمها ويخلينا نحنا والفلوس كلها بس يصرفها عليها ويصرفها انت عليها. أنت أذكر كلمتيني صح؟ سنتين. ها؟ أنت كلمتيني قبل؟ إيه وقطع البرنامج ما كملته. إيه والحين آخر مكالمة. يلا قولي. قبل سنة رجعها على العراق. نعم. وأهله عرفوا إنه تزوجوا إنك تزوجها، هي تمام مسلمة بس من قوميتنا. نعم. أهله أجبروا إنه يطلقها. حرام. يطلقها. نعم. ورجعها مرت الأخ. نعم جزا الله. ولما رجعها أهله كلهم اتعصبوا. عمي خبرني قال لي إني رجلك متزوج عليك، وصارت مشكلة بيننا وأني زعلت ورحت بيت أهلي، وهم أهله أجبروا طلقها مرت الأخ. نعم. وأني رجعت على بيتي وعلى أولادي وقلنا خلاص انتهت المشكلة وصار يعني خلاص. ظلينا تقريبا شهر قال يا أرجع مرتي يا انتحر، يا أرجع مرتي يا انتحر. أني خبرت أهله وقلت لهم ترى راح ينتحر وأني ما أريد أولادي يتربوا بلا أب أصير أشيل ذنبه. قالوا قالوا يا إذا رجعتها نحن نتبرى منك، وكلهم تبرى منه، وهو كان رجع مرته بالسر. نعم. كان رجعها بالسر وأهلي ما يعرفون، وإذا أهلي عرفوا يأخذوني ما يخلوني ببيته. يا شيخي هو حبه إلها حب كبير كبير. والله أنا ما لي علاقة بالحب، أنا ما، ما الإسلام ما تدخل في المشاعر. طالما هو يعدل بس أكمل. طالما هو أهملنا فترة زين، هو مطالب نحن نطالب أن نأمره بالعدل بس ما يتعلق بالمشاعر. لكن لو تبرت منه الكرة الأرضية كاملة على أن يظلم أحد فلتتبرأ الكرة الأرضية. الله عز وجل، الله عز وجل، الله عز وجل. فترة اللي تعرف عليها يا حيل أهملنا. أهمل بهذا هذا شيء آخر، لكن الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي وهو رب العباد اللي خلقناه. فلما يأتي أنا قبيلة تقول له أنا بتبرى منك طلق زوجتك بغير عذر شرعي وسبب منطقي، فلو تتبرأ القبيلة وأفخاد القبيلة وطوائف القبيلة من صغيرهم وكبيرهم لا يحق لإنسان أن يظلم أحد سواء كانت امرأة أم رجل أم أي أحد، فلا عبرة لتبرؤ القبيلة أمام شرع الله عز وجل.